اكلتي ايه؟ وانا بطلب ان هو يتعدم في المكان اللي هي عدمها فيه، يعني قتلها فيه وذبحها فيه. حبيبه قلبي حسبي الله ونعم الوكيل. لو هو قدامك دلوقتي ممكن تقولي له ايه؟ انا جايه له مخصوص عشان وهو بحسبه هيأكل، هشوفه هو داخل عشان اتف عليه ولا مؤاخذه بالله. انا جاله مخصوص عشان اشوفه جاي من سوق السمك عشان اشوف الولد الحقير ده واديله بالفلوس. معلش اسف الله. انت شفتي يعني والدتها دلوقتي مقهوره، هي عايزه تقول لها ايه الحاجه؟ والله يصبرها، والله يصبرها. لو انا منها اكل مصارين واكل مصارين واكل بحسب الله ونعم الوكيل فيه، بحسب عليه من يوم نغيره. حبيبة قلبي، روح قلبي. شفت المنظر يا حاجة؟ شفت في ال شفتيه يعني على النت يعني. رد فعلك وقتها كان ايه؟ انهار. انا لا باكل ولا بشرب ومنهارة ومش عارفة انام عشان نيرة، عشان حبيبة قلبنا نيرة. حبيبة قلبي حسبي، انا بقولش الا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنا حسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل فيه على البنت البسكوتة اللي راحت مننا دي. بسكوتة راحت، بسكوتة كده راحت، خطفت. حسب الله ونعم الوكيل فيه، حسب الله ونعم الوكيل فيه. إن هو حرم نيرة، حرم نيرة من دنيتها الحلوة ومن شبابها، ومن شبابها وطموحاتها الحلوة الجميلة. حبيبة قلبي كنت عاوز اشوف الحقير ده، بس كنت عاوز اشوفه. انت شفتيه في المحاكمه دلوقتي يا حاجه؟ هتعملي معاه ايه في المحاكمه؟ دخلوني عليه، طب بس دخلوني عليه. والله انا ارمله، انا ارمله ولا يهمني حاجه. انا عندي بس بنات بخاف عليها، وما عندي بنت متجوزه في مصر بخاف عليه، بخاف عليه. هي بنتي برضه ميته، حرام عليه، حرام عليه والله. يا ربنا حرام عليه، حرام عليه. انت كنت عارفه نيره بشكل شخصي يا حاجه او في قرابه بينكم؟ هي من محل المنصوره هنا، الشيخه عائشه. لو شفتي اللي تعمل تقول له تمام. لو مؤاخذه اسف، اجيب لي كده الاول ها، واجيب واكل مصارين واسناني من يوم اكلها، اكلها كده اخر. وهتحبس، اتحبس، اتمات. انا ولادي اتجوزوا وخلاص.